مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف دولة نائب رئيس مجلس النواب سابقا الاستاذ إلي فرزلي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتية. تأكيد كاري على أن الاستحقاق الرئاسي لبناني، هل يعني أحجام عن تدخل دولي وبالتالي تأخير موعد الاستحقاق؟ جلس العماد عون وجها لوجه مع الرئيس بري، فهل نجحت الزيارة بعملية غسل القلوب بين الرجلين؟ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يقول أن من يفترض أن سوريا مستبعدة في موضوع الرئاسة اللبنانية لا يفهم، فماذا يعني هذا الكلام؟ دكتور الرئيس، أهلا بك. أهلا بكم. السؤال كان توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكية، في كثير ناس قالوا مرتبط بالرزنامة السورية، ناس قدموا مرتبط بالرزنامة اللبنانية، ناس قالوا أنه هو دعم للحكومة بالوقت كان لازم يكون لدعم للرئيس عندما كان الرئيس بعده بالمنصب. هل ترى كما رأى البعض أن الزيارة تعني ودعوته بالخاص بشكل خاص انه المسألة اللبنانية اتفقوا انه بعده الاستحقاق بعيد؟ اولا انا استغرب ان لا يقوم كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية بزيارة لبنان، لانه التطورات التي طرأت في المنطقة وكان لها تداعياتها وفي مقدمتها مسألة ملف المفاوضات 5+1 مع ايران، وبالتحديد دور الولايات المتحدة الأمريكية المركزي فيها، اثنين التطورات الميدانية الهائلة التي طرقت في سوريا وتداعياتها السياسية وإغلاق الحدود مع لبنان من حيث تعطيل إمكانية أن يكون لبنان ممر أو مقر في اتجاه سوريا ذهابا وإيابا، وتأليف الحكومة الوزارية برئاسة دولة الرئيس تمام السلام الجامعة التي أعطت نتائج عديدة إيجابية خصوصا على المستوى الأمني. أنا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية لمقاربة هذا الملف والتأكيد عملية الاستقرار في لبنان عبر استقرار المؤسسات، لأنه استقرار المؤسسات يثمر أيضا تحصين لاستقرار الواقع الأمني بالبلد. أنا أستغرب أن لا يقوم بزيارة لبنان بظل هذا الوضع، في ظل مقاربة أمريكية للساحة اللبنانية تتسم إلى حد ما بالموضوعية على مستوى مقاربة الملفات، سواء لجهة كان تأليف الحكومة أو لجهة انتخابات الرئاسة أو لجهة كافة المواضيع المطروحة لدعم الأمن والاستقرار. فأنا أرى في زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى لبنان أمر طبيعي وليس أمرا مستغربا على الإطلاق. بمسألة التوقيت الاستحقاق الرئاسي، يعني شفنا الرئيس سلام كان عم بيقول انه بعدها بعيدة حتى ابعد من 20 آب الموعد اللي حكي فيه وزير الداخلية، هل لدى دولتك انطباع انه هالقد مأخر؟ انا ما بعرف شو خلفية دولة الرئيس تمام سلام بهذا الكلام. اولا تطورات الساحة الاقليمية لا يستطيع ان يتحكم بها دولة الرئيس تمام سلام، لانه تطورات هذه الساحة هي التي تعكس نفسها ساعتها بصورة تلقائية على الواقع اللبناني. اثنين، يعلم جيدا دولة الرئيس تمام سلام أما أثناء تأليف حكومته كان يظن البعض أنها لا يوجد حكومة ولن يصار إلى تأليف، فبين لفتة عين وانتباهتها أو غمضة عين وانتباهتها غير الله من حال إلى حال إلى حكومة، فكان قائمة. هناك حكومة قائمة برئاسته تتمتع بكل مواصفات الحكومة الحقيقية الجامعة، وبالتالي لا يستطيع الرئيس تمام سلام أن يجزم ليضع اللبنانيين بأفق الغامض بالنسبة لإنتاج رئيس. أنا شخصيا أعتقد أنه صحيح إنتاج رئيس مش هالقد واضح قدامي أنه عملية سهلة وميسرة، خصوصا أن المسألة المطروحة على الساحة هي ليس الإتيان برئيس كيفما كان، المطلوب هو تصحيح العلاقة التشاركية وصورة العلاقة التشاركية بالنظام السياسي تحت سقف اتفاق الطائف. هذه العقبة لأنه الشعار كبير في عقبات، هلأ العقبات متى تنحل؟ من هلأ لعشرين آب في شهرين ونص، أنا بقول
يجب أن لا نتشائم، يجب أن نؤمن بضرورة إنتاج رئيس بأقرب وقت. بس دكتور الرئيس، يعني لا أحد اليوم يبادر بهذا الاتجاه. الوزير كاري عم بيقول اللبنانيين لازم يتفقوا، القيادات كلها سوا بتلاقي إنه إذا استثنينا المؤسسات المارونية اللي عم بتجول على القيادات ما حدا عم يحكي بالموضوع. الجنرال عون بذاته وفق كل المحيطين به والصحف عم تنقل عنه إنه أصبح اهتمامه منصب على قانون الانتخاب النيابي والانتخابات النيابية قبل الرئاسية. كيف بده يكون؟ أنا برأيي كلام مش دقيق، أيضا كلام مش دقيق، كامل الأوصاف بدون دقة. أولا الجنرال عون بهذا المسألة زيارته بالأمس لدولة الرئيس رح نفوت فيه الملف، بعد مش رح فوت فيه، بس لا يدلل أنه مركز على مسألة وحدة دون أخرى، لا، إنما لا شك كزعيم سياسي وقائد سياسي يأخذ كل الاحتمالات بعين الاعتبار، بالاعتبار يعمل من أجل تحقيق هدف اسمه إنتاج رئيس بأسرع وقت ممكن، وكان هذا جزء من مهمته بزيارة دولة الرئيس بري. وبالوقت عينه يفترض في حال لم يجب إنتاج قانون انتخابات نيابي جديد يسمح بإجراء انتخابات نيابية يؤمن إعادة تكوين السلطة بصورة رئيسية. لذلك هذا لا يعني إذا اهتم أو أطل بمبادرة لانتخاب قانون انتخابات نيابي جديد تصبح القصة أنه مهتم بهاي دون الأخرى. لا، معناتها أنه هو انطباعه على الأقل أنه ما فيش انتخابات رئاسية. مش انطباع، المسألة مش انطباع، أنت عم تتعاطى مع واقع إقليمي معقد، بدك تاخد بعين الاعتبار أنه تفترض كل الاحتمالات. العقل العلمي والقائد بعملية من النوع يجب أن يعتبر كل الاحتمالات يخدها بعين الاعتبار ويحطها على سكة النقاش والبحث ويفترض وقوعها، إمكانية وقوعها، ويحول دون تحقيق الأسوأ. هل من مكان ما يجري فيه النقاش اليوم جديا في لبنان أو خارج لبنان حول الانتخابات الرئاسية؟ لا شك. وين؟ أنا أعتقد أن الحوار الدار والذي يدور والذي هو مستمر ويجب أن يستمر بين العماد ميشيل عون ودولة الرئيس سعد الحريري هو حوار جدي ومحترم الذي دار ويجب أن يستمر، وجهة نظري. والحوار الذي دار بالأمس على شاشات يعني بعلم الناس جميعا مع الرئيس بري هو جزء من هذا، وفي حراك آخر أبي تم بعيد عن الأعين يتعلق بكافة مكونات المجتمع اللبناني قد يثمر في لحظة ما، قد تتوفر الحاضنة الإقليمية أو الدولية له، ولكن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة اليوم. ولكن يجب أن لا يعتقد أحد أن أي حملة إعلامية، أي حملة إعلامية تحت عنوان فلنملئ كرسي الرئاسة، هناك شعور مندبي فراغ وإلى ما هنالك، قد يؤثر على تغيير الهدف الاستراتيجي اللي هو أنه هذا المركز الشاغر يجب أن يعبأ ويملأ، نعم، ولكن برئيس يستمد دعمه بداية من المكون الذي ينتمي إليه، وتتوفر فيه شروط تصحيح العلاقة التشاركية بين مختلف المكونات السنية الشيعية والمارونية المسيحية والدرزية. هذا أمر غير قابل للجدل، يجب أن يعلمه القاسي والديني، وهو غير قابل لأي طرق من طرق المراجعة. بس دكتور الرئيس، بهذا الإطار بالتحديد البطريرك الراعي لديه وجهة نظر أخرى، وقد قالها إذا بتتذكر بزيارته لجنيف، استبعد أن يصل أحد الأربعة وفليتفقوا على مرشح آخر. إذا بتسمح لي، اللي أنا عادة ما بناقش أي من أصحاب الغبطة على شاشات التلفزي ولا بسمح لنفسي، ولكن بهالموضوع بالتحديد نحن نعلم جيدا أنه كم وكم من تصريح صاحب الغبطة التي قيل أنها صدرت ولم تكن دقيقة. أنا معني بوثيقة سياسية وموقعة وصدرت برعاية صاحب الغبطة فيها موضوع ومضمون واضح، أعتبر أن هذا هو دستوري الذي أتدي بصاحب الغبطة تحديدا، البطرك الراعي الذي له مني كل محبة وتقدير واحترام وإجلال، هو الذي أتبعه في تقييم موقف صاحب الغبطة. نعم، صاحب الغبطة يريد أن لا يريد شغورا في رئاسة الجمهورية، وهذا حق. صاحب الغبطة لا يريد مماطلة وتسويف، هذا حق. ولكن صاحب الغبطة أيضا
هو يوافق ويطالب ويدعم فكرة أن يكون الرئيس الجمهورية يستمد دعمه بداية من المكون الذي يستمد. بس بالأولويات عنده الأخرى قبل، يعني حتى وقت بيوصل للتمديد خليني أذكرك. ما أنا أقول لا، ما مشي بالتمديد؟ من هو؟ بترك الراعي؟ يعني يتقدم المركز. أنا أستطيع أن أقول أنه كلمة تمديد ما طلعت من البترك الراعي إلا بصورة مرغم اعتقادا منه أنه خلي يضل الرئيس يصرف أعمال، بمعنى أنه إذا بده شهر ليجي انتخاب رئيس يضل في رئيس ليكون انتخب رئيس بالمواصفات اللي أذكرك إياها. ما حكي بالتمديد كهدف استراتيجي، بالعكس صاحب الغبطة على مدى أشهر أطل بوعظات نهار الأحد وبالمناسبات الأساسية تحدث دائما يقول، وبحضور فخامة رئيس السابق بحضوره يقول له ندعو إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد، استعمل كلمة جديد أكثر من 100 مرة. لذلك لم يكن مع التمديد لا من قريب ولا من بعيد، حتى في زيارة السفراء له وأنا على اطلاع بهذا الموضوع لا يقبل الشك أنه كان أيضا يشرح مدار التمديد على الواقع السياسي. إذا خير البطريرك برأيك بين رئيس توافقي ورئيس يمثل المكونات مقابل الشغور، ما بتعتقد بفضل أن يكون هناك توافقي؟ لا لا، هيدا 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 صفة نوع من العمل ضد منطق الميثاقية اللبنانية. هيدا بطل بطل بطل. أنا وقت بتخيرني بين هي، يعني أنت بتجي بتقلي يا هيك يا هيك، أنت بتفرض علي فرض بتكون. لا بس بالنهاية انت هيدا مش تغيير موقع شغر. لا لا لا، هيدا يعني هيدا هيدا عمل، هيدا عمل بدك تعيد تصحيح ما نفذ خطأ في اتفاق الطائف على مدى عقود. انت بدك تعيد انتاج الدور المسيحي بالنظام السياسي. صاحب الغبطة بده يكون ضد انتاج دور مسيحي. صاحب الغبطة هو رمزنا، هو اساس هذا الدور، هو منطلق هذا الدور، هو البداية والنهاية لهذا الدور. كيف بتقلي بده يتخلى عن الدور المسيحي؟ البترك بكون بيخاف من الشغور اكثر من يخاف من اي شيء. عندما يعتقد ويرى ان افق إمكانية إنتاج رئيس يستمد دعمه كما ورد في الوثيقة اللي هو موافق عليها، انتبه أنا عم بحكيك كلام مستند إلى مرجعية. هايشتاك كيف بتكتب بالتويتر؟ هايشتاك إيه؟ مرجعية، بسمي لك المرجعية الوثيقة السياسية. في عشرات التصاريح بيقول فيها، بقول لك وثيقة موقعة. طيب وكمان ما بين الفراغ والروحة على المجهول، ليش عم تخيرني بين السيء والأسوأ؟ خليني اطرح، خبرني. طب بدي اسألك سؤال، إذا خير صاحب الغبطة بين الشغور وبين رئيس يستمد دعمه من المكون الذي ينتمي إليه، شو بيختار؟ بين الشغور والرئيس يستمد دعمه. هيدي هينة أكيد بيتمنى المحادثة، بس اليوم في شغور. في شغور، هذا هو البديل. البديل لا يكون رئيس يؤدي إلى فراغ مكون مقنع، لا يكون رئيس يؤدي إلى تصفية ممنهجة على مدى 6 سنوات للدور المسيحي في النظام السياسي. يكون رئيس يستطيع أن يفرمل ويصحح العلاقة التشاركية ويبني علاقات حقيقة مع رؤساء السلطات ويحترم مسألة احترام الفصل بين السلطات وتعاونها. خلينا أسألك سؤال، اليوم مثل ما مبين حضرتك وكل الناس عم بيقولوا بالمدى القريب القريب ما في انتخابات رئاسية، ب20 آب تدعو الحكومة وزير الداخلية والحكومة الهيئات الناخبة إلى انتخابات على قانون 60. رح يكون في انتخابات على قانون 60؟ السؤال منهجيا خطأ إذا بتعذرني، أنا صديقك مش نعم. عم بحكي من موقع التصحيح المنطقي. السؤال منهجيا خطأ، أنت عم تفترض ما في انتخابات من هلا ل20، وهي أمر وارد، ولكن نحن نعمل ونعتقد أن إمكانية إجراء الانتخابات من هلا 20 قائمة. طيب هلا بتقلي في حال، السؤال منهجيا هيك بده يجي، في حال لم تتوفر ظروف لأسباب إقليمية محلية دولية ما بعرف شو، لم يتوفر ظروف إنتاج رئيس للبلاد، ماذا سيحدث بعد 20 آب؟ بدخل معك بحوار تحليلي. خلينا نروح لك هنا على صيغة ثالثة، هل تتوقع ما هو احتمال أن تحصل انتخابات قبل 20 آب؟ احتمال قائم. مين رح بيغير فكره لكان؟ أنا بعتقد أنه احتمالات تغيير الفكرة قائمة عند قوى لأسباب استراتيجية عديدة.
أولا من هلأ العشرين آب في تطورات كبيرة رح تحدث بأوائل تموز، في انتهاء الحوار بين خمسة زائد واحد ولدة والإيرانيين، من هلأ لتموز في انتخابات بتكون تمت بمفاعيلها ونتائجها، من هلأ لتموز بيكون في تطورات على الساحة الداخلية واتصالات تمت قد تثمر شيء ما، من هلأ لتموز أو لآخر تموز في سؤال بده يسأله بعض الدول الإقليمية المعنية بلبنان وباتفاق الطائف بالتحديد، السعودية بالتحديد. نحن من المتمسكين بالطائف، أنا شخصيا أنا متمسك بالطائف نصا وروحا. جنرال عون كمان طبعا يتصرف على أساسه، ما بعرف تسأله بس أكيد عدة مرات صرح الشيء ومتمسك بالمناصفة الفعلية. أنا السؤال بدي أطرح، إذا تم إصرار عدم إنتاج قانون انتخابات يعكس المناصفة الفعلية وعدم إنتاج رئيس يصحح العلاقة التشاركية، رح ينطرح بين المسيحيين بالبلد وكثير من الناس سؤال قديش مدى صحة النظام والدستور في البلد، هل هذه هي مصلحة هذه الأطراف؟ لا أدري، أنا أتمنى أن لا يصلوا إلى هذه المرحلة، أتمنى أكرر أتمنى أن لا يصلوا إلى هذه المرحلة. أنا مصر كمواطن لبناني أن يستمر الحوار مع الرئيس سعد الحريري شخصيا وبالتالي أن يتوصل إلى نتائج سعيدة لجهة تصحيح هذه العلاقة لحتى تعطي نتائج شبيهة للنتائج اللي أعطتها هالحوار هي لأثمر حكومة من هذا النوع، خلت السلطة اللبنانية تدخل على قرى لم تدخل إلى مثلا في بعلبك الإرمل منذ الدولة الإفرنسية حتى اليوم. بإطار الحوار بين الجنرال عون والرئيس الحريري كان في يعني مطلب أو اقتراح طرحه الرئيس الحريري واعتبر طرحها على الدكتور جعجع وطرحها على الرئيس جميل، وكان رأيه أنه التوافق عليه أن يشمل الأطراف المسيحية. في توافق تم وهذا السقف بين الأطراف المسيحيين ويجب أن يعلمه القاصي والديني، في توافق تم وهذا توافق يجب أن يحترم، أنا كمواطن من المدافعين عنه دفاع كامل أقول التالي، تم الاتفاق أنه لا فيتو من أحد على أحد، اثنين إذا طلع أحد يعني الزعامات الأربعة يعني سليمان بيك فرنجية فخامة الرئيس أمين جميل الدكتور سمير جعجع أو العماد ميشيل عون يحترم الآخرين على مستوى مشاركتهم في السلطة بالنسبة لك بدك بده هذا أمر نعم. يعني سياسة الإلغاء ألغيت من الثقافة المسيحية إلغاء كده لا يستطيع نعم. بس في بالوقت نفسه شغلي تاني أنه تجربة الحوار بين دولة الرئيس سعد الحريري والعماد ميشيل عون بالحكومة هاي أثبتت أنه في إمكانية التوصل إلى اتفاق حتى لو غاب بعض المكونات منها لأني حلف مع الرئيس سعد الحريري. يعني برأيك أنت لو خليني أسألك أكثر منك خليني أروح أبعد هلأ ما سألت يعني إيش اللي صار إذا أنت رئيس حريري بتتخلى عن حلفائك لقاء مسألة مش مع سنة التخلي ما هذا طرح عليه ما قبله المسألة حلفائي كيف بدهم يقدروا قراءتهم للساحة أولا للتطورات الإقليمية، ثانيا حلفائي كيف بدهم يفهموا الصراع السني الشيعي القائم، هل لحلفائي مصلحة باستمرار هذا الصراع ما اقتنعوا لكي يستقروا تبي خليني كفي لك لكي يستقروا على تناقضات صراع سني شيعي إلى أبد الأبدين، إذا كن ما اقتنعوا وأنا مقتنع بضرورة صناعة الوفاق المحلي والإقليمي أنا بتخلى عن حلفائي، ده مش تخلي بيقولوا حلفائي تخلوا حلفائي بدهم يحولوني إلى مادة استثمار سياسي للارتزاق ليس إلا لما كان هو حلفهم وقت التنافس قائم وهن دعموه مش هن دعموا بملف اللي قام بلبنان مش هن الدعم مين دعم مين أبدا أبدا ما دعموا النتائج الانتخابات النيابية لا انتبه خلينا نكون دقيقين، أولا في تحالف رباعي تم تذكر ذلك في تحالف رباعي دم في موقف كيدي اتخذ بصرف النظر عن أنه محق أو غير محق
ظلوا مع التحالف الرباعي باعتبار انه في وصايه خرجت وحسنا فعلت وفي انه نتائج ستترتب على الساحه اللبنانيه. صار في اداره للملف بعدين، الملف ادير على طريقه نكسي ألمت بالاتفاق سعد الحريري دولة الرئيس سعد الحريري والعماد ميشيل عون، مع أنه العماد ميشيل عون قام قال أنا اتفقت أنا 95%. فحكم التعريب كانت تكتكي بالمواقف، أما الطاقة الانتخابية ثبتت أنه بعض هذه المكونات قيمتها النيابية الفعلية مستمدة من تقسيم الانتخاب القائم. يعني برأيك اليوم الرئيس الحريري لازم ما قلت لازم شيء أبدا، طرح عليه قال له للعماد عون خد موافق بدك تكون وفائي. لا 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 ما بيقول له هاي، ما بيقول له خد صور عماد عون قال له انا لا اتفق معك خد موافقه الرئيس عمر كرامي والشيخ سعد سعد بال لا ما هو متفق معه، هو متفق معه عبد الرحيم مراد، ما هو متفق معه الجنرال. مين الجنرال متفق معه؟ مع مين؟ مع الرئيس كرامي ودكتور مصطفى سعد الدكتور بس تصور انه ابي يقول له لسعد، لا بس هو متفق مش عم تسمعني، تصور هو قايل له للشيخ سعد الحريري انا لا اتفق معك بدك تتفق معاه. اما الشيخ العماد بشير عون قام بيواجبه لجهه الاتفاق على الوثيقه، هؤلاء بدهم يحترموا التنوع المسيحي، واجب سعد الحريري يتفق يحترم التنوع المسيحي عبر منع سياسه الالغاء، وهذا تم الاتفاق بين المكونات المسيحيه على منع سياسه الالغاء. انا اقف مع الدكتور سمير جعجع علنا في حال كان مثلا على سبيل المثال الشيخ امين جميل رئيس الجمهوريه او العماد عون او سمير بيك فرنجيه وحاول الغاء سمير جعجع، واضح الكلام؟ وما ينطبق عليه في هذا الموقف ينطبق على الجميع دون استثناء. عندما يقول كاري انه الفراغ خطير بارح، طبعا الفراغ خطير بس كاري رايح راسه منصرف باتجاه انه هو بيعرف انه الدستور لحظ كيفية منع الفراغ، ما في شيء اسمه فراغ، في شيء اسمه شغور، خلينا نكون مش خطير الدستور. الشغور كمان لا مش خطير، يجب مداويته وبأسرع وقت ممكن، خصوصا بس يكون الهدف الاتيان برئيس رئيس. لايك لو بعد صلاحيات رئيس الجمهورية قائمة كنت بتجيب من سوق النحاسين أي واحد بتحطه بيطلع رئيس له حيثية. أما بظل غياب هذه الصلاحيات انتبه بدك رئيس يمتلك البوتنشال القدرة الطاقة الذاتية من أجل أن يصحح العلاقة التشاركية. بارح بيقول بندوي كنت حضرتك فيها بمركز نعم. عصام فارس نعم. للشؤون اللبنانية بيقول الوزير السابق فارس بويز لا الصلاحيات الدستورية ولا قوة شخصية الرئيس ولا شعبيته في طائفته تمكنت من الصمود بوجه سكوت الوفاق الوطني. صحيح. طيب يعني معناتها شو الاهم الوفاق الوطني ولا الصلاحيات ولا الشخص؟ الاثنين مثلا مثل هلا خل ترشح الدكتور سمير جعجع، مش هيك؟ الدكتور سمير جعجع تتوفر فيه مواصفات الشخصيه التي يستمد دعمه من مكونه، ولكن صفه ثانيه هل يستطيع صناعه الوفاق الوطني؟ ما مش متوفره، لذلك قلنا غيره. طيب العماد عون ما قدر تصالح معه كمان يا حبيبي ما قدر يعمل وفاق. بنحكي عن الوفاق الوطني مع بقية شرائح المجتمع، الوفاق معه بنعمل تنوع ضمن البيئة المسيحية اللي نحن بنتمناها وبدنا نحافظ عليها. طيب والدرزية؟ وأنا بتمنى طبعا ومع الدروز في اليوم وفاق وليد بايك جوبلات بالتحقيق أنا متمسك بأن تكون مع وليد بايك جوبلات. طيب بس اليوم هذا الواقع القائم؟ هذا بده يصير يعني هذا اللي لازم يصير، يعني هذا اللي يجب استكمال مقومات التوافق. ليش عم نقول فليذهب وليستمر عميقا الجنرال عون بالحوار مع دولة الرئيس سعد الحريري لكي يتوصل الى شيء ما؟ ما كان امبارح على المنار الجنرال عون وقال انه السيبه ثلاثيه، قال لم يلحظ فيها الاستاذ وليد جملاط، ابي يقول السيبه اساسا ما لاحظ دولة الرئيس تبي بري، أبي يحكي مع المكونات المختلفة الصراع، أبي يحكي مع الأساسية يعني طبعا مع المش الأساسية كمان، أبي تحاول تستعمل تعبير نعم. يحمل في طياته كأنك توجه إهانة للآخرين إطلاقا، أبي يحكي عن اللي في بيناتهم صراع قاسم، صراع قاسم الساحة عمليا، الصراع القاسم الساحة عنوانه حزب الله تيار مستقبل،
ليش ما نتولدوا مع بعض الله؟ هيدي لها قيمة يا الله. ما بهيدا الصراع ليش بدك كل واحد يتخلى عن حلفائه من ميلة الرئيس الحريري؟ ما في تخلي عليه اطلاقا، مفروض حلفائه يتفهموا الظرف الذي يقوم به لخدمة لبنان والوطن والاستقرار. بس ضمن الشروط. وهذا اللي خلى كاري يقول، انتبه، هذا اللي خلى كاري يقول نحن نؤكد على الاستقرار، نؤكد على الحكومة ونطالب برئيس قوي. انتبهت لكلمة قوي طبعا الرئيس؟ نعم. بس رجع كمل وقعد خمن كاري غايب عن مفهوم كلمة رئيس قوي. شو يعني رئيس قوي؟ رئيس اللي قادر يصنع الحوار مع كل المكونات وخصوصا مع حزب الله لتحديد جغرافية المقاومة، الاستقرار في الجنوب، علاقة السلاح بمرجعية الدولة والحوار مع حزب الله، حر دوره في الإقليم. هذا هو الرئيس القوي الذي يستطيع أن يصنع الحوار والوفاق الوطني الذي تحدث عنه الأستاذ سيد السبواني. لا تقربوا الصلاة وأنتم شو؟ سكارة. سكارة مش لا تقربوا الصلاة ومنوقف. دكتور الرئيس، إذا بدنا نختم هالمحور بكلمة، يعني إما العماد عون رئيسا وإما لا انتخابات؟ لا، ما قلت شيء. سليمان باك فرنجية تنطبق على مواصفات الوكيل. بس حضرتك الشيخ أمين جميل إذا قدر جاب اعتراف الأطراف الأخرى على قاعدة أنه قادر يصنع الحوار الوطني تعترف عليه، يعترف ينطبق عليه المواصفات. المسألة نحن لا بس يا سيدي هلا من حيث المبدأ اللي عم تتفضل فيه، من حيث الواقع، الواقع لعماد ميشيل عون، نعم، يعني إما عون إما الفوضى. كمان كمان أو الفراغ. شهور بالصحيح. شو بالصحيح؟ كلام بالصحيح. هل من حظ إما خليني استعمل التعبير، إما الرئيس الذي يمثل حيثية هيدا بالمبدأ ووازن في مفهومه أو هذا في المبدأ أو الشغور. طيب هلا هيدا في المبدأ في الواقع. أنا مقتنع هيك. طيب. أنا مقتنع هيك. طيب. هيدي قناعتي وأناشد المسيحيين. طيب. إنه ما يلعبوا بهالنقطة. طيب. يعني لأنه هاي الفرصة الأخيرة. طيب. لإعادة إنتاج دولة بالنظام بالمعطيات السياسية. هل ترى من حظ للدكتور جعجعه بالرئاسه اليوم؟ اليوم؟ نعم. للوزير ما بعرف شو بصير في التطورات. نعم. للوزير فرنجية اليوم؟ نعم. اليوم ممكن. نعم. يوافقوا عليه الاطراف. نعم. البقيه ليش لا؟ طيب. هل من حظ للرئيس جميل برايك؟ في حظ طبعا. مطروحين اليوم كلمه مطروح مش انا اللي بطلع. نعم. بس اليوم حدثك بتقييمي بتقييمي الشخصي هؤلاء لهم حظوظ. يعني برأيك رئيس جميل بيقدر ياخد تأييد الرئيس بري و هاي شغل وحزب الله؟ بس لما أسمع كلام مخالف مثلا، ليش قلت أنا الدكتور جعجع معدومة فرصه؟ لأنه حتى حزب الله لم يحدد موعد الاجتماع به، مش هيك؟ فإذا الأفق تبع هذا الموضوع مش متوفر. أما إذا الرئيس أمين جميل اجتمع وصل للنتيجة، نعم يقرر. وأنا ساعتها أنصح العماد عون بأن يؤيد الرئيس الجمعي. برأيك لماذا لم تسعى إذن بمسعى بهذا الاتجاه؟ ليش كل إذا كان أهيان كل ما حضرين يعني الرئيس الجمعي عنده 14 أدار؟ لأنه لقلك ليه؟ لأنه العماد عون شئنا وأبينا، رضيت أنا وما رضيت، حبيت أو ما حبيت، رغبت أو ما رغبت، شئت أو ما شئت، هو الأكثر تمثيلاً على مستوى الساحة الشعبية والنيابية لطائفته. إذن ما بينسحب له للرئيس جميل يعني. موضوع تكتيك هذا صفة تفصيل. وصلنا لا نوصل ليها. يعني إما عون إما شغور. ما فيك، أنا ما إلي حق. ما لك حق تقول. ما إلي حق احكي ببلان بي وقت يكون فيها بيت وقت اقتراح الأرثوذكسي. أعطونا بديل، ما أعطيك بديل طار الأول. طيب بس الكمان. ما طار الكمان الأرثوذكسي. أنت تعقتري علي. إجا الشغور خلصت مهلة رئاسة الجمهورية. شنو؟ فضي أسر بعبدة. ايه شو يعني؟ يعني ما لازم يتنقى؟ انا برايي المتواضع، نعم، انا برايي كان قصر بعبده فارغا، وكان هناك تصفيه ممنهجه للدور المسيحي بقصر بعبده اثناء وجود الرئيس السابق ميشيل سليمان. هذا رايي كمواطن ولي حق بديه، وانا مستعد على الهوى خضع اي امر للمناقشه لثبت ذلك. وهذا رايي مش من هلا، رأيي من 3 سنوات بحديث أدليت فيه على الأMB مع السيدة زينة فياض، استمع إلو الرئيس السابق وابتدى استهلاليته بمجلس الوزراء، كان هجوم على هذا الكلام علي. أنا أقول لك أنا لا أريد فراغا مقنعا وما في غير الجنرال، أنا بدي شغور قائم قدامي يحثني كمواطن وكقوة سياسية وكمؤسسات على دفع الأمور بانتخاب رئيس ورئيس وازن
تعترف فيه كل القوى السياسية وكل مكونات المجتمع من مسلمين ومسيحيين. كفى مصادرة لحقوق المسيحيين في النظام السياسي بلبنان. يعني إما عون إما الشهور. ما بقول الكلام هذا. ما بتقول. ما بقول الكلام. نعم. وصفت لك ووصفت لك كل بمنطق متكامل. طيب. تطلع بخلاصة إنه عون هو يتطبق على المواصفات إذا يصح هذا القول. تطلع بخلاصة إنه ينطبق على الوزير الفرنسي يصح هذا القول. تطلع بخلاصة إنه ينطبق على الرئيس شبيل يصح هذا القول. طيب. نتوقف مع فاصل الإعلاني بعده منفوت بالعمق بالمبادرة اللي حضرتك قمت فيها بجمع الرئيس بري والرئيس عون. ونتكلم عما يعني يمكن مبادرة كانت كبيرة. أنا دوري متواضع جدا قبل الموضوع. ثقة الرجلين جعلتني أن أكون بينهما بين هؤلاء. سنرى إذا ما إذا كنت نجحت بملء هذا هذه الهوة الكبيرة اللي كانت صحيحة باعتبار شهور يعني. دقائق مشاهدي أو تي في ونعود إلى دوت الرئيس. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم. ضيفنا دولة نائب رئيس مجلس النواب سابقا الأستاذ إلي فرزلي. دوت الرئيس قد أخذ معك تحضير اللقاء بين الرجلين وهل تمكنت من ردمي هو صحيقة أخذ وقت فيها كتير كلام فيها كتير سجلات وتصفية حسابات؟ أولا بين الزعيمين ما في أنا دوري ثانوي جدا دوري استطرادي كان وبين الزعيمين كانت القصة مهني على تواصل مستمر قبل بثلاث أسابيع كان دولة العماد ميشيل عون مجتمع ودولة الرئيس بمجلس النواب قبل بعد على أثر أول جلسة نيابية تمت ب23 نيسان اجتمعوا سوا. لا خليني لك شغلين بالإعلام كتر الحديث بالإعلام بصورة بين كان في انتوكسيكاسيون يعني بس ما في غياب كيمياء بين الرجلين ما بعرف اذا في غياب كيمياء بس في بعض الملفات تباينات بمسائل تفصيليه ومتعدده مبرره في العلاقات بين الناس. الاعلام كان ياخذ من هذه التفاصيل او الاقاويل لحتى ما اقول الاعلام لانه مش كل الاعلام طبعا ياخذ بعض هذه الاقاويل يبني عليها فبركات بمسائل كبيره وهذا امر غير صحيح لدرجة أنه صفت القصة بين العالم كما ولو أن دولة الرئيس بري في جهة والعماد عون في جهة تانية وكما لو أن المكون الشيعي بثنائيته قد رسم أدوارا معينة للتعاطي بمسألة ما في شكوى من الرئيس بري. خليني أسألك سؤال ضمن هالإطار ما في شكوى من الرئيس بري انه اخذوا الجنرال عون مجانا بيعتبر انه هو متحالف مع حزب الله ولن يكون في ما عم يتوقف عند رايه. اولا استطيع ان اجزم بقوه كلام الرئيس بري كان دائما منذ سنوات حتى اليوم انه انا بصرف النظر عن اي شكل من اشكال الكلام هذا كله أنا مع العماد ميشيل عون. موقف دولة الرئيس بري ما بيقدر يطلع من معطيات سياسية استراتيجية أولا موقف العماد ميشيل عون بمصاصل خطرة تتعلق بشعبه بأهله بمحاولة استئصال من جذور استئصال من الجذور. موقف العماد عون كما شن على حزب الله وعلى الشيعة في الجنوب حرب استئصالية بالعسكر شن على العماد عون بسبب موقفه حربا استئصالية بالسياسة وأنا أشهد بأم العين وبأذني الجلسات التي حاضر فيها كثير من السفراء واللي منتشرين بهالليالي على البيوت والمنازل في مناطقه ليحاضروا بتأليب الرأي العام على الرئيس ميشيل عون. فلذلك طيب لكن ما كان في لزوم للوساطة يعني برأيك خليني كفي شفت أهمية نعم. لو أني كفي نعم. كنت وفرت حالك السؤال وعلى عي الجواب اللي ما نعم. قدم خاطرك نعم هذه التباينات الصغيرة المتراكمة واللي بني عليها مشاريع كبيرة كان لابد من دك هذه المشاريع دكا
خلصت امبارح يعني، دكت هذه المشاريع نعم. كلها. وهي تعبير انك عم تقول حليف الحليف، انا بقول لك هذا الاجتماع الغى كلمه حليف الحليف واستبدلت بحليف. ثالثا، في واقع وله وجهه نظر بالمساله، السلطات التشريعيه والسلطه التنفيذيه وسير العمل بالدوله للمكون سواء العماد عون او المكون المسيحي، ما نطبع تعطيل او ثقافه تعطيل مؤسسات الدوله، ولا بحياتهم المسيحيين كانوا مع ثقافه تعطيل مؤسسات. بس طرح قصه انه لا يجوز التشريع وكانه الرئيس موجود، ولكن قالوا حكوا نعم. بالضرورات نعم. وحكوا بالامور التي بتؤدي الى اعاده تكوين السلطه. هيدي ما بدها تنسيق لتحديد مع مفهوم الضرورات. خلينا نفوت بجدول اعمال اللقاء، شو كانت بنود اللقاء؟ لا هيك بدي اعتذر منك. طيب خليني اسالك وجو مش وارد، ولا عندي شيء لا الزم الاخرين فيه ولا التزم انا فيه. خلينا بس بقدر اقول لك نعم. بقدر اقول لك انه التفاهم كان دائرته واسعه جدا مع دوله الرئيس ودوله الرئيس. العمل من اجل التركيز على ضرورة إنتاج رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن كان في غاية الأهمية وغاية الضرورة. تلقف الرئيس بري مسألة الحوار بين السيد العماد ميشيل عون ودولة الرئيس سعد الحريري وضرورة أن تأخذ بعده لأنها فرصة تاريخية لصناعة الوفاق الوطني وترجمته واستكمال بنودي، كأيضا أخذت حيزها ودعمها. وبالتالي نحن أمام صدد التفكير بكيفية صناعة الوفاق الوطني مع كل المكونات بما فيه المكون الأساسي التوحيدي مكالة الجري نعم. الذي يعتبر مؤسس طائفي تأسيسي ومؤسسي للكيان نعم. النهار قالت بموضوع العلاقة بين الرئيس الحريري والعماد ميشيل عون، الأفضل نقلا عن الرئيس بري، الأفضل ألا ينتظر مدة أطول نتيجة إيجابية بالنسبة إلى ترشيحه للرئاسة من اللقاءات والمحادثات مع الرئيس. أنا أزعم أنني لم أسمع هذه الكلمة من رغم من أنني لم أغادرهما طرفة عين يعني. طرفة عين. طيب برأيك بموضوع التشريع، كمان قيل بالصحف اليوم بس من حكى عن غسيل القلوب وكل هذه القضايا أنه الجنرال عون بردد هواجس الرئيس بري فيما يتعلق بالجلسة الجلسة المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب. ما كان في هواجس، كان في ما كان في شيء اسمه هواجس، كان في كيفية صناعة الحوار المجلسي من أجل تحديد الأولويات رح ينزلوا يعني الرئيس بري كتلة الجنرال عون على لم ترد هذه القصة سلسلة الرتب والرواتب ومن حكى فيها، لم ترد هذه الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. وكل موضوع التشريع كمان من حكى انه حكى عن ضروره ايجاد اليه للتفاهم حول مسائل تتعلق بالضرورات وبالامور اللي علاقه باعاده تكوين السلطه. هلا في بند بعشر الشهر يلي هو سلسله الترتب والرواتب، هل ستنزل تكتل؟ هي مرتبطه بالمشاورات اللي بده يشريها مع رئيس المجلس مع بقيه المكونات النيابيه والسياسيه بالمجلس، شو القصه مرتبطه بس بالعماد عون؟ بس بشكل خاص انه العماد عون فينا نقول انه متجاوب بهذا، راح بيكون راح يغير موقفه للتفتيت ابدا نعم. ابدا ميشيل العماد عون هو الذي اخذ مبادره التفكير بالضرورات والاولويات. ايه المهم ايجاد الصيغه لمفهوم الضروريات والاليات، المهم ما في رفض لان للمجلس سلطه التشريع قائمه. اي قاعده خلي ما قالوا ادمون رباط طيب. اي قاعده سوف تعتمد للتمييز بين الضروره؟ ما بعرف، هيدي الرئيس بلي سيتولاها عبر النقاش مع كافه المكونات. طيب هل صحيح ان ما نقلته ايضا الصحف انه قرر الرئيس بري اعلن بشكل واضح انه سيسير بترشيح الرئيس عون الى النهايه؟ انا بستغرب هالكلام مثلا. طيب جريدة السفير بكل مع احترامي لجريدة السفير هذا حق، بس انا بدي اسالك سؤال، متى انت ما سمعتني شو بدي اقول، متى الرئيس بري حكي كلام خلافا لذلك؟ دائما تنقل كل استنتج رجعنا للكلام الاول انه عمليه ضخ معلومات واخبار واقاويل واعلام للاساءه اولا لعلاقه الرجلين وثانيا للإساءة إلى صورة التأييد
الذي يتمتع به العماد عون من شريحة واسعة ومكون أساسي من مكونات. بس دولتك تعرف أنه عند كل استحقاق رئاسي دائما كان يقال أن مرشح الرئيس بري الأول هو الوزير السابق جان عبيد. لا ما بعرف الشيء. ما بتعرفه ولا مرة سمعه؟ أبدا مش سمع أنه أبدا. أنا أؤكد أن مرشح الرئيس بري الأول والثاني والثالث هو العماد بشير عون. ولا مرة طرحه ولا مرة. أنا أخبر الناس بالموضوع مش من هلا. اسمعني شو بقول لك. مش من هلا. أنا سألتك من 92 من زمان. من زمان. مش من هلا. ولا مرة طرحه. أساسا بس إجا الأستاذ جان عبيد من جابوه من فرنسا لحتى يجتمع مع السوريين في ذلك الحين عندما كان العماد عوف في فرنسا. في بعبدة. عفوا في بعبدة. الواحدة وتسعين عم تحكي بعد وفاة 89 انت شاب اكتر مني انا صرت بس بالواحدة وتسعين بس جابوه لحتى كذا ورفض وقتها يعمل رئيس جان عبيد يعمل رئيس على قاعدة معركة عسكرية مع العماد عوف. رفض مع الجيش اللبناني بالعكس دعا للحوار بين مقومات الجيش اللبناني. نعم. ما له علاقة. نعم دكتور رئيس ننتقل مباشرة إلى عين التيني حيث الوزير أبو فاعور يدلي بالتصريح بعد الزيارة. إضافية أو إشكالات إضافية في المؤسسات. هناك إخفاق حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية قاد إلى هذا الشعور الذي يجمع الجميع على أنه يجب أن نضع حدا له. ولكن الإخفاق في مسألة الرئاسة يجب أن لا يقود إلى إخفاقات أخرى بتعطيل مؤسسات أخرى وتحديدا مؤسسة المجلس النيابي بوقف التشريع ومؤسسة مجلس وزراء برفض أو وقف تسيير شؤون الناس وشؤون الدولة. لأنه إذا كنا حصل ما حصل فيجب أن لا نجعل من هذا الشعور كرة نار تتدحرج لكي تحرق باقي المؤسسات. الأولوية كانت ويجب أن تبقى لانتخاب رئيس جمهورية. ونحن من جهتنا كلقاء ديمقراطي نسعى وندعو إلى التوافق في رئاسة الجمهورية. ولكن إلى حين حصول هذا الأمر الذي يجب أن يبقى هو محط الأنظار الأساسي يجب أن لا تتعطل باقي المؤسسات تحت أي ذريعة أو تحت أي رأي، خاصة إذا ما كانت الذرائع هي لكسب شعبي. ما يعني بعتقد انه جميع اللبنانيين يعرفون من يعطل انتخابات رئاسة الجمهورية ولا يعرفون من يطرح خيارات قصوية واما فلتتعطل انتخابات رئاسة الجمهورية. النائب هنري حلو ليس هو المانع امام انتخاب رئيس جديد للجمهورية. هنري حلو هو شخصية وفاقية. اذا كانت تحظى بتأييد الكتل النيابية هذا امر جيد. اذا لم تكن تحظى فهو رجل ينافس ويمارس حقه الديمقراطي. لما لا يلجأ الاخرون الى المنافسة الديمقراطية في المجلس النيابي بدل التعطيل والغياب عن جلسات في مجلس النواب؟ معلم بموضوع المسافة. لا. المنطق الطبيعي يقول بأنه كما قلت إذا كان هناك شغور في الرئاسة فيجب أن لا يتحول هذا الشغور إلى تعطيل لباقي المؤسسات. ليس هناك بين اللبنانيين من يقول أن الشغور أمر طبيعي وأن المؤسسات الأخرى يجب أن تعمل كأن شيئا لم يكن. ولكن في نفس الوقت هذا المنطق التعطيلي، تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، تعطيل المجلس النيابي، تعطيل الحكومة، إلى أين يمكن أن يقود البلد؟ إلى مزيد من الإشكالات وإلى مزيد من الإشكالات التي قد لا يجد السياسيون اللبنانيون مخرجا منها في لحظة ما. وما ننسى أنه جاي علينا انتخابات نيابية. ما هي السيناريوهات التي يمكن أن نراها أمام اللبنانيين؟ شغور، تعطيل مؤسسات، فراغ في المؤسسات. لا أعرف إلى أين يمكن أن يقود هذا الأمر. هل هناك اتفاق على كيفية تسيير شؤون هذه الحكومة لتسيير شؤون الناس؟ أعتقد رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام طرح في الجلستين الماضيتين خريطة طريق واضحة جدا، والدستور واضح لا يحتاج إلى كل هذه الاجتهادات ولا إلى هذه التأويلات. لأنه استمعنا بالأسبوعين الماضيين إلى كم هائل من الهرطقة الدستورية التي لا تقيم أي اعتبار للدستور. الدستور واضح
والدستور يقول بصلاحيات محددة، فلنلتزم بهذه الصلاحيات. ولكن أعتقد أن ما يقود إلى هذا النقاش هو ليس الضبابية الدستورية، بل الخلفيات السياسية التي تريد أن تستغل مسألة الحكومة ومسألة الرئاسة في بعض الكسب الشعبي. اللقاءات التي عقدها الرئيس بري تؤتي ثمارا إيجابية، سواء مع جنرال ميشيل عون أو مع الرئيس تمام سلام، وآمل أن الجميع يتهيأ بهذه المرحلة ويعرف بأن دحرجة الفراغ إلى تعطيل لباقي المؤسسات ليس في مصلحة أحد. شكرا. عودي دولة الرئيس إلى الحوار معك، كان واضح يعني اعتبر الوزير أبو فاعور أنه نزلوا يدلك الواحد برأيه، ينتخب اللي بيريد ينتخبه، طالما ما في أكترية 65 بتوصل حدا بيكون كل واحد عبر عن رأيه. هذا كلام ما له علاقة باللعبة البرلمانية الدستورية. خليني أقول لك معادلة واضح، حق الحضور هو كحق الغياب بنفس المستوى الدستوري. الانتخاب واجب، إنما حق الغياب قد يتحول إلى واجب عندما تشعر شريحة معينة أن الحضور سيؤدي إلى لعبة ما في السر أو بالعلن، واللعبة الديمقراطية مسموحة، إلى إنتاج رؤساء لا تتوفر فيهم مثلا بحالتنا هاي ما تتوفر فيهم الشروط الوطنية المطلوبة. وأنا بذكرك أنه وقت انتخاب الرئيس تمام فرجي الجد بس ترشح سنة 88، وقت لقوا المناسب أنه ما يحضروا النواب خطفوا النواب ومنعوا من الحضور. صح؟ بتأيد هالفكرة؟ شو؟ يعني وقتها صار مظبوط إنه خطف؟ لا خطف لا لا، بس النواب إنه الحق يغيبه. ما أنت استعمال هذا الحق، حق مقدس لا لبس فيه دستوريا ولا إبهام. لذلك المشترع تحدث عن نصاب التلتين وعن نصاب النص زائد واحد وعن الأكثرية المطلقة. وإلا لو مفترض المشترع إنه الغياب ممنوع والغياب يترتب عليه نتائج، كدال 128 بيحضروا، ليش بده يسترجع يغيب واحد قبل ما يطلع؟ جزء من اللعبة الديمقراطية البرلمانية اللي هو بشرطقة دستورية معالي الوزير، هيدا هو قلب العمل البرلماني الديمقراطي، هو الغياب والحضور والكر والفر وصناعة التحالفات، وأنتم في كتلتكم أدرى الناس في ذلك. سني ما استعملوها ولا مرة. مين؟ ولو جبهة النضال، تهريب النصاب بقضايا جلسة، لا عم نحكي بانتخابات. آه لا، انتخابات رئاسية ولا مرة عملوها. ما لا ما بعرف إذا عملوها بال 76 ماني متذكر. إيه بال 76 وقتها كان الله يرحمه كمال بيك مع ريمون إبدي وقتها. صحيح. نأتي إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا، فقرة أسرار اليوم. من صحيفة النهار، تساءل النواب في 14 أدار عما إذا كان حزب الله الممثل في الحكومة سيسلم الشخص الذي أطلق النار من سطح مبنى في الضاحية الجنوبية وتلفظ بما يسيء إلى الوحدة الوطنية. تسأل لي؟ ما بعرف. شو رأيك؟ ما يجب أن يسلموا؟ أنا بعرف كل جرم جزائي يقع، كل مخالفة للقانون تقع، يجب أن يصار إلى إلقاء القبض عليه وزجه في السجن. هذا المبدأ. ليش ما صار برأيك؟ ما بتسألني، ما أساسا ما فيش معي خبر بتفاصيل الموضوع. طلعت على التلفزيونات أحد الأشخاص طلع أواصل تفاصيل، يمكن يكون هربان. ليش أول مرة يرتكب جريمة سواء كان جناحية أو جزائية وبيهرب الفاعل ولا يلقى القبض عليه؟ حسب المنطقة دكتور. بكرة لا لا مش كلام، ساعة البدنة إنه إذا المنطق لمصلحتنا بيكون لمصلحتنا، وإذا مش لمصلحتنا بيحلق عنا بيحلق عنا. دولة نائب رئيس مجلس النواب سابقا أستاذ إلي فرزلي، الحديث دائما ممتع معك، فأهلا بك. الله، وأنا سعيد بالأطلالة معك ومن على شاشة الام تي في. تحية لك وللإدارة ولأصحابها ولكل المتشاركين. شكرا دكتور. عاملين فيه شهيد يا ام تي في. دائما الشكر لكم أيضا للمتابعة، وتذكير أن آخر الأخبار يمكن أن تطلعوا عليها عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على تويتر، فيسبوك، mtv.com.lb. إلى اللقاء.